حلقة جديدة من المراقب من القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر. سأكون معكم أنا دينا سالم وأبرز ملفاتنا في المراقب الليلة. بعد مطالبة 15 دولة أوروبية، لماذا فشل الاتحاد الأوروبي في مساعيه لوضع سقف لأسعار الغاز؟ مستفيداً من رفع الفائدة، الدولار يلقن الين درساً قاسياً وسط سوق متوترة. هل تقاوم العملة اليابانية أم تستمر في الهبوط؟ هل حان عصر الهيدروجين الأخضر؟ الاستثمارات في إنتاجه تصل لنحو نصف تريليون دولار في 2030. ما زال وزراء طاقة دول الاتحاد الأوروبي يناقشون مقترحاً لوضع سقف لأسعار الغاز المستورد على الرغم من الخلافات بين أعضاء التكتل بشأن النتائج العكسية لتلك الخطوة في خضم أزمة الطاقة التي تعيشها القارة. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة من بروكسل الزميل سلامة عطلة مراسل القاهرة الإخبارية. أهلاً وسهلاً سلامة. ومعنا أيضا الزميل خالد شقير مراسلنا في مارسيليا بفرنسا. أهلا بكما، وأبدأ معك خالد. طبعا نحاول أن نتعرف معك على الموقف الفرنسي من هذه الأزمة. تحياتي دينا ليكي ولكل مشاهدي القاهرة الإخبارية في كل مكان. الحقيقة الدولة الفرنسية تحاول منذ بداية الأزمة الأوكرانية تفادي أزمة الطاقة والعمل على إيجاد حل أوروبي موحد، إلا أن جهودها حتى هذه اللحظة بقت بالفشل في ظل وجود خلافات ما بين قطبي القارة العجوز ألمانيا وفرنسا، رؤيتان مختلفتان. وبالرغم من اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس الفرنسي بقصر الإليزيه بالمستشار الألماني، إلا أن يبدو أن الأمر ما زال مستبعدا، وهذا رجعه بعض من المحللين السياسيين للخلافات في وجهات النظر قبل الاجتماع للدول الأوروبية في يناير في أول العام القادم. فرنسا قامت بخطوات أحادية الجانب بوضع حد سقف لأسعار الكهرباء والغاز ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يناير القادم بزياده 15%، والكهرباء اعتبارا من فبراير القادم. وسط تخوف من اسعار كبيره جدا، فرنسا لجأت الى هذه الخطوه، وذلك في محاوله للضغط على الفرنسيين وعلى الشركات الفرنسيه باهميه القيام بموضوع خاص بالترشيد في الاستهلاك. ويبدو أن يعني التخوفات تبدو قوية بصفة خاصة بعد التصريحات التي أكد عليها جان ميشيل لاكلير، وهو تحدث على أن التضخم سيرتفع والأسعار سترتفع اعتبارا من يناير القادم، وسيصل التضخم الذي هو الآن 7.2% في فرنسا، وهذا الرقم هو بالنسبة للدول الأوروبية رقم منخفض نظرا للقرارات التي كانت اتخذتها الحكومة الفرنسية بتجميد أسعار الكهرباء والغاز، إلا أن هذا التجميد سيبقى حتى 31 من شهر ديسمبر، أي آخر يوم في هذا العام. كيف سيتم تمويل الفجوة السعرية يا خالد؟ الحقيقة الحكومة الفرنسية قامت دينا بتقديم الكثير من الحزم للمساعدات الخاصة بالأسر الأكثر ضعفاً، وأيضاً تقديم بعض من المساعدات إلى بعض من الشركات التي تكون فيها فواتير الكهرباء والغاز تمثل نسبة لا تقل عن 30%، وهناك شروط للحصول على هذا الدعم، إلا أن الأمر يبدو صعبا. وهناك وصفت رئيسة الوزراء الفرنسي بأن الدولة لن تبخل بتقديم الدعم والمساعدات للشركات الفرنسية،
وقدر هذه المساعدات برونو لومير وزير الاقتصاد الفرنسي بأنها يمكن أن تصل إلى 13 مليار، وذلك في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في وقت بدأت بعض من الشركات الفرنسية الدخول في حالة من الإغلاق المؤقت حتى الأول من شهر أبريل القادم، وذلك تفاديا لفواتير الكهرباء والغاز التي تبدو ستكون كبيرة تصل إلى 4 و5 أضعاف للشركات الفرنسية. خالد، أرجو أن تبقى معنا، وأنتقل لسلامة عطلة مراسل القاهرة الإخبارية في بروكسل. سلامة، طبعا واضح التباين في المواقف الأوروبية بشأن وضع سقف لأسعار الغاز، ما السبب وراء عدم توصل دول الاتحاد الأوروبي لاتفاق بهذا الشأن؟ مساء الخير دينا. أولا، أراد الأوروبيون أن يخرجوا عن طمع بائعي الغاز في العالم وأن يحددوا سقفا لسعر الغاز، يعني أن الاتحاد الأوروبي يحدد السقف والمشتري الأوروبي من الشركات والحكومات تعرف بأنها لن تدفع للبائع أكثر من هذا السعر، والبائع يعرف بأن دول الاتحاد الأوروبي لن تدفع مزيدا، وهذا هو السعر الذي يمكن أن تقدمه، وبالتالي يضبط سعر الغاز ولا تصبح أوروبا رهينة للتنافس الكبير في العالم. ولكن هذا الاقتراح يواجه الكثير من التحديات، أولاها حول وجهة النظر وحول عملية وجدية هذا الخيار. المفوضية الأوروبية قالت بأن هذا الخيار غير عملي ولا ينصح به ومحفوف بالمخاطر، يعني أن الباخرات المحملة بالغاز المسال إلى أوروبا حينما تأتي وتكون أمام مشتري لا يدفع إلا هذا السعر، في المقابل هناك أسواق آسيوية يمكن أن تدفع أغلى من السعر الأوروبي، ستتجه هذه البواخر إلى موانئ أخرى وستذهب بعيدا عن الأوروبيين، وبهذا يخاطر الأوروبيون في الحصول على حصتهم التي يحتاجونها من الغاز. ومع ذلك يصر المجلس الأوروبي، رؤساء الدول الأوروبية بعثوا برسالة صارمة للمفوضية الأوروبية بأن عليها أن تقوم بالنص أو بتحضير نص التشريع الذي يلزم الدول الأوروبية بسقف محدد لسعر الغاز، ولذلك من المتوقع خلال الأسابيع القادمة أن يتجاوز الأوروبيون النقاط الخلافية وأن يذهبوا عمليا إلى تحديد سعر الغاز. ولكن هناك تحدي آخر، كيف يمكن أن يتم تحديد سعر الغاز، سقف سعر الغاز؟ هل هو سعر ثابت، سقف نهائي ثابت، أم هو سقف نهائي ديناميكي يخضع لتغيرات الأسعار، يخضع للأسهم ويخضع للطلب خصوصا من الأسواق الآسيوية ومن الصين؟ في هذا العام الأوروبيين محظوظين بأن مخازنهم قد امتلأت بنحو 90% من الغاز الذي يحتاجونه خلال هذا العام، ولكن هذا بفضل تراجع الطلب الصيني على الغاز، ولكن هذا التراجع يمكن أن يتغير في عام 2023، وبالتالي يريد الأوروبيون أن يمسكوا مصالحهم من كافة الأطراف، أن يحصلوا على الكمية التي يحتاجونها، وأن يدفعوا الأسعار التي يرون أنها عادلة ولا تخضع للاضطرابات. في العام الماضي اشترى الأوروبيون 375 مليار متر مكعب من الغاز، يعني بسعر اليوم 640 مليار يورو. هذا يعني أن الفاتورة كبيرة، لذلك يحاول الأوروبيون أن يحددوا سعر السقف، وأيضا يحاولوا أن يشتروا هذا الغاز بشكل موحد، وبالتالي يصبحوا قوة تفاوضية أكبر لدى المشترين، وكذلك يستطيعون أيضا الحصول على قروض بفوائد أقل بما أن الضمانات أكثر وأن المبلغ أكبر. كل هذه محاولات أوروبية لمحاولة تجاوز أزمة الطاقة التي يحيونها، يعني نجحوا في جوانب وأخفقوا في جوانب أخرى. لا ننسى أن نقول بأن اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي صحيح أنه كان 40% قبل الحرب في أوكرانيا ووصل إلى 10%، ولكن القصة الأخرى والجانب الآخر من الحكاية هو أن
الغاز المسال المحمول، الغاز الروسي المسال المحمول بحرا إلى الدول الأوروبية زادت نسبته 50%، وهذا يعني أن الأوروبيين لم يتوقفوا عن إدمان الغاز الروسي، وهم في النهاية يحاولون الحصول على أفضل الأسعار، فضلا أكيد. على ضرورة التذكير عن أن المشتري هي حكومات وشركات، وبالتالي أيضا الأسعار تلعب دور كبير في هذا الموضوع. وموضوع الشركات هو ما أريد أن أناقشه معك الزميل خالد شقير. هل لديك معلومات عن موقف شركات الطاقة الفرنسية بشأن هذه الأزمة، وضع سقف لأسعار الغاز بشكل عام، كيف رونه؟ الحقيقه دينا، الشركات الفرنسيه وبصفه خاصه شركه الكهرباء الفرنسيه اي دي اف كانت قد سجلت خساره كبيره تصل الى 8 مليار يورو بسبب تجميد اسعار الكهرباء والغاز في الفتره الماضيه، وهي الان تنظر الى الامر بان الحكومه الفرنسيه عندما قررت ان تقوم برفع اسعار الكهرباء والغاز ان هذا القرار جاء في الاتجاه صحيح، وبصفة خاصة أن هذه الشركة لا تستطيع أن تحمل الكثير من الخسائر في الفترة القادمة، إلا أن الأمر يبدو أن الفرنسيين هم الآن على دراية بأهمية القيام بالترشيد، ودراسة نشرتها جريدة ليزيكو الفرنسية أكدت على أن بالفعل اعتبار مقارنة بشهر أكتوبر 2021 هناك نقص في استهلاك الغاز بنسبة 30% و5% بالنسبة للكهرباء، وأرجع المحللين هذه الخطوة على أن الشركات الفرنسية والمصانع بدأت تقلل من أيام عملها وبعضها قام بالإغلاق، ولهذا تظهر النتيجة بأن عملية التقليل من الاستهلاك هو ناتج عن إغلاق بعض من الشركات وعن أيضا ترشيد بعض من الاستخدام أو استخدام الكهرباء والغاز نتيجة للارتفاع في أسعار الكهرباء والغاز. هذا الأمر يبدو أن الشتاء سيكون ساخنا بالنسبة للاقتصاد الفرنسي، وبصفة خاصة أن التوقعات أن التضخم ستصل إلى رقمين، أي ستتعدى 10% حسب المختصين في مجال الاقتصاد، وأيضا يمكن أن تحدث مع هذا التضخم هو عملية تباطؤ أو ما يسمى الركود التضخمي، وهذا ما يقلق الحكومة الفرنسية. وبالرغم من الحزم التي تبدو الآن الحكومة الفرنسية لا تستطيع المواصلة فيها حسب آخر تصريح لبرونو لومير فيما يخص مهما كلفنا الأمر، أكد على أن مثلا تقديم الدعم للمحروقات حتى 15 من سبتمبر ب 30 سنت سيبقى ويستمر، ولكن بنسبة 10 سنت فقط، والتوقعات بارتفاع أسعار المحروقات لتفوق 2 يورو. هذه الأخبار هي أخبار سيئة بالنسبة للمواطن الفرنسي، ولكن الشعب الفرنسي يدرك أهمية الترشيد في الاستهلاك وأهمية صعوبة هذه المرحلة بالرغم من الحزم التي قدمتها الحكومة الفرنسية، ولكن الأمر يبدو صعب وصعب للغاية بالنسبة للمواطن الفرنسي، وبصفة خاصة في ظل ارتفاع كبير في جميع أسعار السلع الغذائية وغيرها. طيب، أنتقل إلى سلامة في بروكسل، وهناك تصريحات من المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بشأن إنشاء آلية مؤقتة للحد من سعر الغاز المستخدم لإنتاج الكهرباء. هل لديك أي تفاصيل حول هذا الأمر، حول هذه الآلية؟ دينا، هذا موضوع في غاية الأهمية بالنسبة للأوروبيين. بالنسبة للغاز المستخدم في تدفئة المنازل وتوفير المياه الساخنة في المنازل، بشكل عام يتجه الأوروبيون إلى تغيير أدواتهم المنزلية والاعتماد أكثر على الطاقة الكهربائية. هذا يعني أن الأوروبي، المواطن الأوروبي، لا يعاني مشكلة كبيرة من تدفئة منزله والتحول نحو الكهرباء. هذا التحول الكبير في الأدوات المنزلية وكذلك في المصانع التي بدأت تتجه أكثر لاستخدام الكهرباء بدل من الغاز، زاد العبء على محطات توليد الكهرباء وتحديدا التي تعمل بالغاز. ولهذا يحاول الأوروبيون أن يقوموا أو أن ينشئوا آلية للشراء الموحد فيما يتصل بالغاز المستخدم لتوليد الكهرباء وكذلك في تحديد. حينما نتحدث عن تحديد سقف سعر الغاز فهي آلية مؤقتة،
هذا فيما تقترحه المفوضية الأوروبية، ولكن في حين الحديث عن الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء فهذه مهمة أوروبية شاقة يريدون الاستمرار بها، لأن في النهاية شبكة الكهرباء في أوروبا هي شبكة متصلة، وهم يحاولون الوصول إلى ما يسمى باتحاد طاقة حقيقي، حتى أن هناك اتفاقيات تضامن بين الدول الأوروبية بدأت توضع على الطاولة، تتعهد فيها الدول التي تعاني ضررا أقل في تزودها بالطاقة بإمداد الدول الأخرى المحتاجة لهذه الطاقة، وتحديدا للتيار الكهربائي، فضلا عن أن هذا الخيار أيضا لا يلغي خيارات أخرى، سواء فيما يتصل بإنتاج الكهرباء بالمفاعلات النووية التي كانت لا تحظى بشعبية في أوروبا وكانت تتجه إلى الإغلاق، الآن تعود من جديد هذه المفاعل، وهناك مشروعات جديدة لإنشاء مفاعل نووية جديدة، فضلا عن الهيدروجين وفضلا عن الطاقة النظيفة التي تحاول أوروبا أن تأخذها عبر رياح وشمس القارة السمراء بجوارها. وهذا الذي دعا رئيسة المفوضية الأوروبية في شرم الشيخ لعقد اتفاقيات مع عدد من الدول الإفريقية في هذا السياق، ضمن مشروع أوروبي بقيمة 300 مليار يورو لإنشاء البنية التحتية الخاصة بتنقل الطاقة النظيفة عبر العالم. ولذلك يحاول الأوروبيون أن يوزعوا المخاطر وأن يأخذوا طاقتهم المستقبلية من أكثر من مصدر ومن أكثر من منطقة جغرافية، كي لا يكونوا رهينة للطاقة الروسية، ولكي لا يكونوا رهينة أيضا لسلاسل التوريد الصينية، ولكي يقللوا حجم الاضطراب في أو حجم الاضطراب السياسي الناتج عن اضطراب أسعار الطاقة وتوفر الطاقة بالنسبة للأوروبيين. الزميل سلامة عطل مراسلنا في بروكسل، شكرا جزيلا لك، وأشكر أيضا الزميل خالد شقير مراسلنا في مارسيليا. مشاهدينا، ونبقى معكم في أزمة وضع سقف أسعار الغاز. ينضم إلينا مباشرة عبر زوم من بيروت الدكتور باسم البواب، الخبير الاقتصادي. أهلا وسهلا بك. وبداية، ورغم مطالبة عدد كبير من الدول الأوروبية، تحديدا 15 دولة، بوضع سقف لأسعار الغاز، إلا أنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق حتى الآن. ما الأسباب التي تمنع الدول الأوروبية من التوصل إلى مثل هذا الاتفاق؟ مساء الخير جميعا. بصراحة طبعا نحن نعرف أنه أوروبا اليوم بأزمة كبيرة، والدول الأوروبية غير متفقة على توحيد أو حد وضع حد لسعر صرف سعر الغاز. يعني فعليا اليوم ألمانيا وهولندا لا تريد أبدا وضع سقف لأسعار الغاز الطبيعي المستعمل في المنازل، وهذا ينعكس طبعا سلبا على عدة دول أوروبية أخرى والتي تريد وضع سقف لهذا السعر، ولكن كل شيء له إيجابياته وله سلبياته. فنحن نعلم اليوم أن أوروبا منقسمة لعدة أسباب. لا شك أن هذه الأزمة والتي طرأت مجددا على أوروبا، وخصوصا مع قدوم فصل الشتاء البارد والذي يتطلب كمية أكبر من استهلاك الغاز للتدفئة للمنازل، سوف يكون له تداعيات سلبية جدا على الوضع في أوروبا، على الوضع الاقتصادي وعلى الوضع المعيشي. الدول التي تطالب بوضع سقف لأسعار الغاز هي خائفة من شعوبها، لأن المظاهرات بدأت في عدة بلدان ومنها تشيكيا وغيرها، وهذا يؤثر سلبا على الأنظمة في هذه الدول، وهي تخاف أن تمتد أكثر وأكثر مع زيادة طبعا طقس العاصفة الممطر والبرد والصقيع الذي يؤدي أكثر وأكثر إلى طلب الغاز. هناك شيئين يعني لازم
نفصل بيناتهم. ألمانيا وهولندا يطالبون بدعم المواطن وليس حد سقف لموضوع الغاز. وهذا الأمر جيد، لأن هذا الأمر يمكن للدول أن تدعم المواطنين الفقراء ومواطنين متوسطي الدخل، وليس أن تدعم جميع المواطنين. لأنه لما عندما تدعم جميع المواطنين بتخفيض أو بوضع سقف سعر الغاز، سيكون هذا تداعياته أن المواطنين سوف لا يقتصدون في استهلاك الغاز، والمطلوب في هذه الأزمة أن يتم الاقتصاد في الغاز. طيب دكتور باسم، الاختلاف في وجهات النظر واضح جدا ما بين الدول الأوروبية، ما الذي يمكن أن يقرب من وجهات النظر تلك، خاصة أن دول مثل ألمانيا وهولندا مثلا تؤمن بأن هذا الغاز سيكون له مشترين في مناطق أخرى من العالم، وبالتالي مسألة وضع سقف للأسعار لن يحدث الضغط المطلوب على روسيا؟ ونجد طبعا الدول المعارضة أو الدول المؤيدة لوضع سقف للأسعار يعني لديها عدة أفكار مختلفة تماما فيما يتعلق بهذا الملف. نعم، هناك كما قلت سابقا هناك انقسام عمودي بين ألمانيا وهولندا من جهة، وبين باقي الدول من جهة أخرى. طبعا اقتصاد ألمانيا وهولندا والمستوى المعيشي في هذه البلدان هو أعلى كما نعلم من المستوى الذي تعيشه البلدان الأخرى في أوروبا، وهم قرروا بناحية أخرى تحويل مبالغ كبيرة بدعم بحدود 200 مليار دولار أو يورو لدعم المواطنين الذين يحتاجون لدعم بموضوع التدفئة والغاز. وفي هذه النقطة دكتور باسم، يرى بعض الخبراء أنه كان يجب على ألمانيا أن تقترح دعما لكل الدول الأوروبية أو لكل الاتحاد الأوروبي، وليس قاصرا فقط على دولة بعينها. صحيح، هذا شيء صحيح، وهذا سيسبب أزمات أخرى لباقي الدول، لأن موازناتها وميزانياتها لا تتحمل هذا الدعم. وهنا المشكلة، وهنا الاختلاف في وجهات النظر بين هذه الدول وبين ألمانيا وهولندا. باقي الدول تطالب أن بوضع حد أو سقف لأسعار الغاز، وتطالب ألمانيا وعدة دول أخرى بدعم الغاز لكل الدول الأوروبية، بينما ألمانيا وهولندا يرون أن الدعم فقط يكون لبعض المواطنين الذين يحتاجون لهذا الدعم. وكما قلت سابقا، إذا كان سعر الغاز مدعوما أو بسعر منخفض، سوف يؤثر ذلك على بيع الغاز من بعض البلدان إلى أخرى. وهنا المشكلة أيضا، في بعض الدول بدأت تعتمد، طبعا هم اتفقوا على تخفيض، أولا تخفيض الاستهلاك من الغاز إجباري 5%، هذا اتفقوا عليه، وتمنوا كمان على الدول كافة أن تلتزم بحدود كمان غير 5% 10% تخفيض إضافي في استهلاك الغاز. وبعض الدول بدأت تطبق هذا، مثل إسبانيا مثلا، الحرارة في المنازل ممنوع أن تتجاوز 19 درجة مئوية في فصل الشتاء، وأيضا هذا سيطبق في عدة دول أخرى. نعم. وهنا الاختلاف في الرأي بينما دعم المواطن المحتاج وبينما دعم كافة المواطنين.
في بريطانيا مثلا يقولون أن لا يمكن دعم الغني كما الفقير، لأن دعم الغني سيزيد من غنائه، وهنا يعني وهنا مع يعني الحق مع بدنا ناخذها بشكل مطلق، الأفضل هو دعم المواطن وليس دعم السلعة. هذا في مطلق الأحوال. نعم. وهنا القرار لألمانيا وهولندا أقوى، أو الرأي أقوى بهذا الاتجاه، لأنه يوفر على هذه الدول مبالغ طائلة بمليارات اليورو في فصل الشتاء. شكرا جزيلا لمشاركتك معنا الدكتور باسم البواب الخبير الاقتصادي. المراقبة مستمرة من القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر، كونوا معنا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. فقد الين الياباني نحو 28% من قيمته أمام الدولار منذ بداية هذا العام. يأتي ذلك تأثرا بسياسة الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة، الأمر الذي عزز من قوة الدولار مقابل العملة اليابانية. نتابع. رغم موجات التضخم التي تضرب العالم وبلوغها نحو 8.2% في أكبر اقتصاد بالعالم وهو اقتصاد الولايات المتحدة، ما اضطرها إلى رفع سعر الفائدة إلى 4% حتى الآن، سجل معدل التضخم في اليابان نحو 3% وهو أعلى معدلاته في 8 سنوات، باستثناء الزيادة التي سجلها في عام 2014، فيما حافظ بنك اليابان على مستويات سعر الفائدة عند 0% دون تغيير، بهدف الحفاظ على معدلات النمو وعدم الوقوع في دوامة انكماشية. ولكن بعد هبوط الين إلى أدنى مستوياته في 32 عاما، تدخل البنك المركزي الياباني بإجراءات عاجلة في محاولة لإنقاذ العملة المحلية من الغرق. محاولة المركزي الياباني لإنقاذ الين الغريق كانت من خلال 4 تدخلات منفصلة منذ سبتمبر الماضي، حيث أنفقت اليابان رقما قياسيا قدره 62 مليار دولار لمحاربة انهيار الين إلى ما دون أدنى مستوى له في 3 عقود. ترى صحيفة فاينانشال تايمز أن هذه جبهة واحدة في حرب اليابان ضد قوى السوق العالمية، حيث يحارب المركزي الياباني بشتى الطرق لدعم مستويات العملة واستمرار الحفاظ على معدلات النمو وعدم انكماش الاقتصاد، وينظر إلى الين باعتباره أحد الملاذات الآمنة في سوق العملات، والتي يعهد إليها المستثمرون للحفاظ على قيمة مدخراتهم في أوقات الخطر مثل الركود والاضطرابات الاقتصادية الأخرى. لكن الين يخضع للضغط الحاد الآن بسبب تجديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، الأمر الذي يزيد من قوة الدولار أمام العملات الأخرى. ومع استمرار موجة التجديد النقدي العالمية، يبقى أمل اليابان في أن يقرر الفيدرالي الأمريكي التوقف عن رفع الفائدة، وهو ما قد يبدأ في وقف نزوح الأموال من اليابان إلى أمريكا فيتعافى الين. لتحليل أداء الين الياباني أمام الدولار وأسباب الانهيار، ينضم إلينا مباشرة من أمستردام في هولندا سام حيدر، المستشار الاستراتيجي للأسواق في ون رويال. مساء الخير سام. والين الياباني طالما اعتبر من عملات الملاذ الآمن، ولكن بعد الانهيار المتواصل منذ بداية العام مقابل الدولار، هل خرج بذلك من عباءة الملاذات الآمنة؟
أول شيء مرحبا وشكرا للاستضافة. بالفعل هلا خلينا نحكي أول شيء ليلياً يعني الياباني هو ملاذ آمن، هو كرمال مثل ما بنعرف إنه المستثمرين اليابانيين هن أكثر عالم بيحملوا السندات الحكومية اليابانية، ولكن اللي عم بيصير هلا حالياً دائماً لما يكون في عنا ريسيشن أو ركود اقتصادي نلاقي إنه في عنا ارتفاع بالين الياباني، ولكن مش لما يكون في عنا ركود اقتصادي تضخمي. لما يكون في عنا ركود اقتصادي مرافقة مع التضخم هذا بيجعل سحب السيولة من السوق من قبل البنوك المركزية، وبالتالي هذا منه إيجابي للين، هذا إيجابي فقط للدولار الأمريكاني كملاذ. نعم طيب، إذن اليابان تعيش الآن في حالة انكماشية وربما ركود، طبعا نظرا لظروف جيوسياسية كثيرة وأيضا التباطؤ في حجم التجارة العالمية، يعني لكن نلاحظ أنه الين به تراجع منذ عدة عقود ليس فقط بسبب الأزمات الأخيرة. نعم بالفعل هذا السؤال يعني كتير متداول وحتى ما في جواب حقيقي له، ولكن يعتبر هو إنه بالتسعينات بعد ما صار في عنا قاعة اليابانية اللي صارت، وبعد ما رفعوا البنوك المركزية الفوائد بوتيرة سريعة، البنك المركزي الياباني ورفع بالفوائد، وقتها صار في عنا بابل يعني الفقاعة، وبالتالي هذا أثر على سيكولوجية اليابانية، وبالتالي لما يكون في عنا ضخ بالسيولة ما عم نلاقي كان في عنا استهلاك عم بيزيد، بعكس أوروبا وأمريكا لما يكون في ضخ سيولة بالأسواق بنلاقي إنه في عنا الاستهلاك من قبل المستهلكين عم بيزيد، ولكن هذا الشيء ما بينطبق على اليابان بما إنه التسعينات كانت تجربة أليمة على الاقتصاد الياباني. وجدنا أنه أداء المركزي الياباني أنه يعني يدعم عملته المحلية تقريبا أنفق 50 مليار دولار، هل كانت هذه الخطوة مجدية برأيك؟ لا اللي شفناه ما كانت مجدية أنه أول ين، ولكن وقف تراجع الين إلى حد ما. هل توقف تراجع الين هل ممكن نربطه ب البنك المركزي الياباني، تدخل المركز الياباني، أو بما أنه السوق يتوقع سياسة تشددية أقل وتيرة رفع الفوائد من قبل الفيدرالي؟ هذا الشيء بعده محير السوق، ولكن لا ما بتوقع أنه التدخل من قبل البنك المركزي الياباني هو حيخلي الين يرتفع. وما توقعاتك ل يعني انتعاش الين الياباني من جديد مقابل الدولار؟ هذا يعتبر اول شيء السوق هو عم يمشي حسب الماكرو، يعني عم بيشوف السياسات النقديه كيف عم تمشي، وبالتالي الين الياباني متعلق بقوه الدولار الامريكاني وسياسه اول الفوائد او فوارق الفوائد من بين الدول، وبالتالي لما نلاقي هلا انه في عندنا تباطؤ بالنمو الاقتصادي او السوق بلش يطلع اكثر على التباطؤ بالنمو الاقتصادي اكثر من خوف التضخم، هون حنلاقي تراجع بعوائد السندات الحكوميه من قبل دول متقدمه، وبالتالي ممكن نلاقي تراجع بالدولار الامريكاني وقوه بالمقابل بالين. سام حيدر المستشار الاستراتيجي للأسواق في ون رويال، شكرا جزيلا لوجودك معنا. نبقى معكم في المراقب من القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر، كونوا معنا بعد فصل قصير لفتح ملف جديد. بعد محاولات استمرت لعقود لم ينجح غاز الهيدروجين في تحقيق طموحات من راهنوا عليه كمصدر أو ناقل للطاقة، هذا بالرغم من استمراره في لعب دور محوري في عدة صناعات مثل معالجة النفط الخام وإنتاج الميثانول في صناعة البلاستيك أو إنتاج الأمونيا وهي المكون الرئيسي
في صناعة الأسمدة، لكن ومع تصاعد المخاوف عالميا من أثار التغير المناخي، يبدو بأن اللحظة التاريخية للهيدروجين في مجال الطاقة أصبحت وشيكة. نتابع. الهيدروجين الأخضر مصطلح بات حديث العالم على وقع قمة المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ المصرية، في سياق حديث زعماء العالم عن ضرورة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. الاهتمام بالهيدروجين الأخضر تنامى مع تفاقم أزمة الطاقة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن، والتي فرضت على جميع الدول تحدياً حقيقياً يتمثل في تأمين إمدادات الطاقة دون الإضرار بالبيئة والمناخ. أهمية الهيدروجين الأخضر ترجع إلى دوره في خفض انبعاثات الكربون المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض وتغير المناخ، فضلاً عن احتوائه على ما يقرب من 3 أضعاف الطاقة التي يحتويها الوقود الأحفوري، ما يجعله أكثر كفاءة، ناهيك عن قدرته على زيادة معدل مساهمة الطاقة المتجددة في الاستخدامات اليومية. وانطلاقاً من أهمية هذا المصدر النظيف للطاقة وعلى هامش قمة المناخ كوب 27، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إطلاق مبادرة المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد، والتي تهدف إلى إنشاء منصة دائمة للحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للهيدروجين. إنتاج الهيدروجين الأخضر يتطلب القيام بتحليل كهربائي للماء باستخدام الطاقة المنتجة، وذلك من خلال فصل ذرات الأكسجين عن الهيدروجين، ومن ثم استخدام الهيدروجين كوقود بشكل مباشر أو تخزينه ونقله بطرق مختلفة. الهيدروجين الأخضر يسهل تحويله إلى كهرباء أو إلى غاز صناعي، ثم استخدامه لأغراض منزلية أو تجارية أو صناعية أو في وسائل النقل، كما يمكن مزجه مع الغاز الطبيعي بنسب تصل إلى 20%. وبحسب تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، فإن تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين الأخضر قد توفر نحو 25% من احتياجات الطاقة حول العالم بحلول عام 2050، فضلاً عن استهلاك حوالي 830 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون التي تنبعث سنوياً. لمزيد من النقاش ينضم إلينا مباشرة من باريس المحلل الاقتصادي نزار الجليدي. أهلا وسهلا بك أستاذ نزار، وهل تعتقد بأن الهيدروجين الأخضر أصبح حاليا هو أمل العالم كبديل نقي للوقود الأحفوري؟ أهلا وسهلا. في واقع الأمر الذهاب إلى الهيدروجين الأخضر في هذه اللحظة من تاريخ العالم هو حتمية الأمر المقضي، فرضته ظروف عديدة بعد أن ذهب رأس المال في تخريب المناخ إلى أبعد الحدود. اليوم نتحدث ليس عن اختيار بقدر ما نتحدث عن فرضية أصبحت لها مكان مهم جدا ولابد من التفكير فيها. طبعا أن تنطلق من مصر منصة للحوار حول الهيدروجين الأخضر، فهذا دلالة على أن المنتجع العالمي الآن يفكر بجدية في حلول لما أفسده الإنسان بنفسه وما أفسده رأس المال الصناعي من أجل تقوية الاستهلاك ومن أجل تقوية فقط رأس المال دون احتساب حاجة الإنسان إلى طاقة نظيفة. اليوم العالم بعد أن تدافعت كل
الأسباب والمسببات من حروب، من صناعة، من اليوم ارتداد الحرب، من مسألة الطاقة، ارتداد الحرب الأوكرانية الروسية، يذهب إلى التفكير في هذه الطاقة البديلة، ويذهب إلى التفكير إلى بجدية إلى حل لم يصبح له من اختيار. ثانيا، رأينا خاصة في أوروبا في السنوات الأخيرة وهي الأكثر تضررا من مسألة المناخ، أن أحزاب سياسية ونخب سياسية استفقت وفرضت صوتها بعمق وأصبحت لها مكان في الخارطة السياسية وخارطة الضغط. الآن ربما تفكير أيضا بأن يكون هناك خطوط ولوبيات جديدة اقتصادية تضغط باتجاه الطاقة النظيفة واختيارات ما يسمى الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد أن أفسد كل شيء بكامل العالم، وأصبح تهديد البشرية وأمام ضغط دولي جديد عنوانه الأول معارك الطاقة برا وبحرا. فلذلك أصبحت المسألة أكثر من أمر مقضي وحتمي. طيب، برأيك ما الاستراتيجيات التي يجب على الدول أن تتبعها لتطوير ونشر استخدام الهيدروجين الأخضر؟ لا تملك إلا أن تستثمر في هذا الأمر وأن تتخلى عن عديد المركبات، خاصة المركبات التي يدفع لها أموال كثيرة من أجل بناء مجتمع الاستهلاك، والتفكير في الذات البشرية التي تحتاج. الاستراتيجية الوحيدة هي الاستثمار في هذا المجال. الاستراتيجية الوحيدة أن يكون أولوية ليس فقط مجرد تفكير وحوار، بل تفكير وحوار وإنجاز. لذلك هذه المبادرة التي تأتي من مصر العربية اليوم، هذا شرف للعرب أن يكون المبادرة من مصر، وشرف في هذا العمق في التفكير بأن يكون هناك منصة. هذا هو المهم الآن، الاستثمار كل القوى الاقتصادية والسياسية والنخب والبشرية والعلوم من خلال أن نذهب إلى إنقاذ البشرية ما يمكن إنقاذه والحفاظ على يمكن حفاظه، باعتبار أن التهديد والخطر عندما سيمس لن يفرق بين دول قوية ودول ضعيفة، بعكس بأنه سيخلق هوة جديدة بين من يملك الأدوات للتطوير ومن يملك الأدوات للتغيير ومن لا يملك إلى حد اللحظة. ونحن نرى بأن مثلا في إفريقيا اليوم برغم الفقر والخصاصة فإن الوضع التلوث هو البيئة أفضل بكثير من عواصم الغرب الذي أصبحت خارطة سوداء وثقب بيئي مهدد لها، حتى نعم. أننا اليوم أمام حالات جفاف في أكبر العواصم الأوروبية وجفاف لأكبر أنهار ألمانيا، مما يخلق مشاكل طاقية بالتالي ويخلق اليوم فرضية الذهاب إلى الاستثمار الحقيقي في هذا المجال. من باريس المحلل الاقتصادي نزار الجليدي، شكرا جزيلا لك. نبقى مع الملف نفسه وننتقل للدكتور هاني النقراشي خبير الطاقة العالمية في برلين. دكتور هاني، السؤال الأهم، كم تبلغ تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر مقارنة بإنتاج النفط والغاز؟ لا، قبل ما نتكلم على التكلفة لازم نعرف إزاي نقدر نعمله. الهيدروجين الأخضر لا يمكن إنتاجه إلا بطرق هي خضراء هي كمان، يعني استعمال الطاقة المتجددة بالذات الكهرباء، لأنه ده بينتج من التحليل الكهربائي للماء. التحليل الكهربائي ده بيفصل ذرات الماء إلى أكسجين وهيدروجين، والهيدروجين هو الذي يستخلص ويستعمل. علشان الواحد يقدر يعمل التحليل الكهربائي ده لازم الكهرباء بتاعته تكون جاية مصدرها متجدد. ما ينفعش الواحد ياخد الكهرباء اللي موجودة الشبكات العادية اللي مصدرها يمكن الفحم أو يمكن البترول أو يمكن الغاز، لا، لازم يكون المصدر بتاعها متجدد. والشرط أنه يشتغل التحليل الكهربائي ده بطريقة اقتصادية هو أن يكون الإمداد الكهربائي موجود باستمرار من غير ما يكون فيه تقطعات. علشان كده لازم عمل احتياطات كتيرة في الإمداد الكهربائي بحيث أنه يكون منتظم. والمعروف أنه فيه كتير من الطاقات المتجددة متقلب أو متقطع، زي مثلا طاقة الرياح. عشان كده الاقتراح بتاعي هو استعمال ما يسمى بالطاقة الشمسية الحرارية، وهي تركيز الإشعاع الشمسي على بؤرة فترتفع درجة الحرارة
إلى أكثر من 500 مئوية، والحرارة دي تخزن في سائل مخصوص بحيث أنها ممكن أنها تشتغل وتدي كهرباء طول الليل لغاية تاني يوم الصبح لما تشرق الشمس من جديد، لأن إنتاج الكهرباء ليس إلا تحويل الحرارة إلى كهرباء، والحرارة دي في المحطات الحفرية بتنتج من حرق المواد الحفرية الوقود، وده هو اللي بيسبب التلوث في الجو. إذا نفهم يا دكتور أنك تفضل استخدام أو الاستعانة بهذه الطريقة لإنتاج الطاقة بشكل عام، لكن إذا تحدثنا عن البدائل وكلفتها، ما كلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر مقارنة بكلفة إنتاج النفط والغاز وأيضا كلفة استخدام وإنتاج الطاقة الشمسية؟ إنتاج الهيدروجين هيكون طبعا أغلى من الغاز أو البترول، وده سبب أنه لم يستعمل إلى الآن، لأنه أغلب الناس يدوروا على الرخيص بدل ما يدوروا على النظيف. نعم، وهذا يفسر طبعا التباطؤ، لكن نعلم الآن أنه الأضرار الناجمة عن استخدام الطاقات الغير نظيفة يكلفنا ما هو أكثر من الأموال. شكرا جزيلا الدكتور هاني النقراشي على وجودك معنا في المراقب، شكرا جزيلا لك، وأشكركم أنتم أيضا مشاهدين على المتابعة. نلتقي غدا في حلقة جديدة من المراقب من القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر.